ان شاء الله الموسم اللي جاي يبقى افضل وافضل وافضل للنادي الاهلي، على الرغم كده ان بدايه الموسم السنه دي ده الجزء الثاني. انا برضو خايف في فرق في الدوري، رجعنا بقى هنرجع للدوري وهكلمكم على الدوري دلوقتي، وهنتكلم على في فرق كسبت وفرق اتعدت وفرق اتغلبت. انا خايف ان يقولوا ان موسيماني وحش، لان دايما كانت الاستوديوهات التحليليه الفتره اللي فاتت تقول لك ايه، فرقه اتغلبت غير الاهلي، يعني فرقه اتغلبت يطلع تاني يوم يقول لك اه بس موسيماني لازم يمشي، اصل موسيماني ما مش عارف يكسب مع الاهلي. والله يا جماعه اصل موسيماني ما يعني ما بيعملش حاجه، ده بياخد بطولات. مش هو ده اللي كان بيتقال؟ اي فرقه تانية تتغلب او تتعادل يقول لك كده، سموحه اتحاد اهلي سوري بعيد عن الاهلي يعني بقيه الفرق كلها يقول لك موسيماني السبب. النهارده وامبارح الدوري اشتغل والدنيا شغاله، لا ربنا يستر بقى بكره ما حدش يطلع ويقول لنا اصل موسيماني السبب في ان الفريق الفلاني اتغلب او اتعادل او كذا او كذا او كذا. هو ده اللي بنسمعه في الاستوديوهات التحليليه خلال الفتره الاخيره. اتمنى ان يكون هناك انصاف، انصاف مش عايزين اكتر من كده. يعني دايما لما بنيجي نتكلم مثلا عن التحكيم كل اللي بنطلبه ايه؟ عداله تحكيميه. عندما وجدت العداله التحكيميه في مباراه الهلال ربنا كرمنا وكسبنا. هتقول لي اصله طرد، هو طرد واحد بيضربني، واحد هيكسر لي رجلي، المفروض ما يطردش؟ لازم يطرد. لو واحد من النادي الاهلي عمل كده يطرد. هو ده الانصاف، هي دي العداله. هو ده الانصاف وهي دي العداله، وهو ده اللي بنطالب بيه الفتره اللي جايه. انا عندي النهارده فقره هتكلم فيها مع حضراتكم، اتحاد كره القدم خد بعض القرارات هنتكلم فيها، لان النهارده يعني هنتكلم في هذا الامر.